ميل باتيسيري من الأماكن الفرنسية الإيحاء القليلة اللي في فيلادلفيا، لا فرع ثاني في الشركة. ميل باتيسيري يستخدمون القهوة المفضلة عندي اللي هي لا كولومبي دي نيويورك، بس الوقت تكلمنا عنها. عبارة مشهورة عند زوار فيلادلفيا اسمها PPA، هذا لهم PPA. PPA معناها فيلادلفيا باركينج اوثوريتي، هذول اللي طايحين مخالفات في خلف الله ما تقعد دقيقة. صحكم اذا بتطولون في فيلادلفيا تاخذون سيكل، عاد حتى السيكل امس مخالفين، احسن لكم مشي. فيلادلفيا تجمع بين المدنية والشوارع حقت نيويورك والهدوء حق فيرجينيا. نظافتها مرة حلوة، جدا أنظف من نيويورك وشوارعها هادية، في نفس الوقت فيها اكتيفيتيز كثير واحد يقدر يسويها، ما تطيحون بيد هذا. حتى لو مشي وتوقف في الشارع تعطيك مخالفة وألف درهم. حتى لو خذيت سيكل وما صادتك المخالفة يمكن يصير لك الموقف هذا، فانصحك تاخذ تواير احتياطية. ما شاء الله عليهم، حتى العوائل حاسبين حسابهم، جايبين سيكل كرسيين ورا بعض. المدينة هذه مميزة أنها من المدن اللي تصلح للمشي، خرائط واضحة والأماكن اللي تمشي فيها ما تنقطع. الغريب في المدينة أنها أصلاً مصممة قبل 380 سنة وما زالت محافظة على نفس الشوارع. الموضوع عندي أن نفس الشارع اللي تمشي عليه الحين بنفس الوسع كان يمشون عليه الناس من فوق 350 سنة. دائما الأشياء الجميلة الفارس ماركت، دوروا له إذا ما جيتوا في أجازة. المميز هناكم تلقون الأومش. الأومش هم سكان بالسلفين الأصليين، ما زالوا يعيشون نفس طريقة عيشتهم من مئات السنين ولا يستخدمون حتى الكهرباء. في مقالة عنهم توها نازل عندكم الشرقية في مجلة ديستنيشن الشرقية، تتكلم عن المنطقة اللي هم جايين منها وعن تاريخها. اللي يميزها انكم تحصلون خضار طازجة كل اسبوع، اسبوع عملها المزارع.
اليوم زرت ريدينج تيرمينال ماركت يمكن المرة الرابعة السنة، من الأماكن المشهورة بأكبر تجمع المطاعم. موقع في نص فيلادلفيا، ويتميز أن الأشياء اللي فيه أحسن جبن، أحسن خضار، أحسن أكل كامل. بداية السوق من قبل 350 سنة أول ما تأسست فيلادلفيا، وكان مشهور وكان يجتمعون فيه المزارعين. اللي خلاهم يسمونه ريدينج تيرمينال أنه أساسا كان محطة قطار في آخر 1890 تقريبا. اللي خلى المكان يكون مشهور أنه أول محل كان فيه مستودعات مفرسنة مشبوكة بالقطار. قاموا التجار يجيبون بضاعتهم ويجيبون أجوانهم ويخزنونها ويعرضونها للبيع في نفس المحل تحت المظلات الجديدة اللي أسسها 1890. ذاك الوقت كان حوالي 350-400 محل، اليوم في حوالي 100-120، أغلبها مطاعم متخصصة. واللي يبي تشيز ستيك يجي هنا، اللي يبي كوكيز يجي هنا، اللي يبي حلل أومس خضار كلها موجودة. أنا صرت هنا عشان أرويكم كيف يحضرون التشيز ستيك في أشهر محل هنا اسمه بيمر في الزاوية الشمالية للسوق. الفرق بين الهوغي والفيلي تشيز ستيك إنه يحطون عليه الدريسنج حقت الهوت دوغ، يعني يستخدمون نفس التشيز ستيك يحطون عليه خلل وكاتشب وبصل. السنة هنا ياخذ بكم ساعة، ساعة ونص تقريبا إذا بتشوفها على اللي قدام 30-40 شخص، بس لو شكله يستاهل. هذه بداية الستيك، وبعدين يحشوها بالحشوة، وبعدين يقطع الشخص الأخير، وفي الآخر حطوها. تلاحظون كمية شرائح اللحم اللي يحطها، هذه حقت ساندويتش واحد. في الأخير يحط عليها الجبن ما بين بروفيلان وأمريكا، هذا اللي يشكل شيء تيك هوم. هذه البداية حوالي 12 شريحة من الستيك بالقزر بالحشي، وبعدين نحط عليها تشيز في السمنة. هذه القهوة المفضلة لي حاليا موجودة في نيويورك ولها فروع في بلادنا، عندهم ساحة.